حياكم الله مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معكم في فعاليات أيام الشارقة التراثية، ونحن الآن متواجدين في البيئة البدوية وبنتكلم إن شاء الله عن القهوة العربية، ويانا الوالد محمد أحمد التميمي بيحدثنا إن شاء الله عن القهوة العربية. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن القهوة العربية مثل ما نشوفها هنا، لو تكلمنا من البداية كيف ننتقي حبوب القهوة. هاي حبوب القهوة، هذا الحب، والحب نخليها في المسخنة ونحطها على النار ونقضيه المقلاي. أول نقضيها زين ما زين، لو مستوى بنية كذا لونه ننزله نشبه في المسخنة. تكلمنا عن الأدوات المستخدمة. هاي مسخنة، هاي المحماس، هاي منحاس، هاي رشاد، هاي مهباش، هذا الأشياء، هاي التصوية اللي يصفي الرماد وهذا والأشياء. هذا يبنى القهوة من جسمه من على النار، بردناه شوية وعقيناه في المنحاس وندقه لين عمت الدلة، العودة هاي تفور هنا ماي. دقينا القهوة في المنحاس نعمناه عدل، شلينا من هذا صبيناها في دلة العود، دلة الخمرة يسمونها. هل في مقادير معينة؟ دلة الخمرة هاي اسمها. نعقل القهوة في هذا وفورت يفور 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 ما استوت قهوة عدل يعني. ايش كثر نحط من القهوة؟ نحط من القهوة أول يعني باليد ولا فنيان، نحس شلة وفنيانين ولا ثلاث، ونخلي يعني يتعدى العدل فوق النار يفول ليه ما يتجهز. جهزت في هذا الخمرة، شلينا من الخمرة وين يبنانه في هذا الصافية، هاي اسمها دلة الصافية. هذاك شو اسمها؟ دلة الخمرة. عقينا من الخمرة في الصافية، تمت. شوفي هاي ما يتحرك، ثابت سيدة يعني. يوم يانا الضيف ولا الربع ياسين، شلينا بعد من هذا الصافية صبينا في المذلة، هاي دلة المذلة يسمونها، مذلة هاي اللي هي دلة التقديم اللي في النهاية يقدموه. أيوة هذا هي النهاية، يقدمونه حق الضيف ولا حق الربع ولا حق العرايس. ما يشلون العود، لا شلونه هاي المذله. وشو اذا في اضافات ثانيه تنضاف يعني على حسب الذوق؟ نعم، في ان الناس حد يبغي بالهيل، حد يبغي بالزعفران، حد يبغي بالمسمار، حد يبغي بماي ورد، في انواع واشكال، ناس مزاجهم يعني اللي يحطون في ويحطون في هذا، ما يحطون في هذاك، لا يحطون اي شيء يبغون في صافية، دلة الصافية. القهوة شيء أساسي موجود في كل بيت، خلنا نقول عربي. في بداية اليوم لابد أن القهوة تتحضر، سواء في ضيف ولا ما في ضيف. طبعاً. ففي طقوس معينة وأسلوب معين للتقديم. نعم. خبرنا عن الأساليب. نعم، هذا أي بيت العرب لو ما في قهوة ما يسمونه عرب. ريال من يجي صبح من المسجد أن قهوة مجهزين الحريم. وجاهز في الجلسة. يو الشواب من المسجد دخلوا، السلام عليكم، عليكم السلام، سلموا على بعض، يلسوا عندهم تمر والقهوة، شيء غير ما شيء أول. هذا في الميالس من يقدم القهوة؟ من قهوة الرياي؟ عندنا أولاد فروخ، عيالنا اللي صلوا ويانا يو هناك، زقرنا عليهم تعالوا يصب قهوة. حيالسين ترى، بس نبغي ان العيال يتعلمون منا تراثيه يعني، هذا شيء ان باكر بيصيرون مكان ثاني، بيسافرون من هالبلاد بلاد الاخرى يعني، وهذا الاثار وهذا التقاليد ما ينسونه. واللي في طريقه معينه لمسك الفنيان والقهوه الدله يعني لازم يعني ان يخربطون يعني حد ياخذها باليمين واليسار، لو تخبر المشاهدين. نعلمهم نحن في عيالنا صغاريه، مثل عندي ولد احمد صغير ما شاء الله 7 سنين عمره، يشل ما يقدر باليسار يشل الدله، يا يود باليمين، لكن يشوف اخوه شاهين لا يرد ويتعدل. لو نراوي بس المشاهدين الطريقه الصحيحه في مسك الدله والفنيان. الدله
هاي الدلة. هاي الدلة زخها كذي. هاي الدلة مذلة، هاي جاهزة. يعني بالعكس يقولوا دلة العادية هذه لك لا. لنا لها فوطة نمسك. لكن هاي لا جاهزة مجهزين نحن ونصب القهوة. هاي طريقة القهوة يعني. نصب يمد عليه. أيوة. وما يتم يعني في كمية قليلة بس يحطون ما يمزرون الفنيان كمية ترى هذا هي القهوة. القهوة ما بيترسونه مثل شاي مثل مصاروة هذا اللي يشربون قهوة عن أبوه كوب تعرسين هالكوب هالمتن فول مسوين له لا, لا أقصد يعني طريقة التقديم العربية بهذا بهذه الطريقة عربي هذا هي قهوة ها قطرة بس القهوة طال عمرش ليش سموها في فنيان؟ عشان هاي المذلة يبد حق الكل وهاي مزة العرب لو كل تمر ولا شامي ولا أي شيء ولا بذيذة ولا أي شيء كلو من فوقه لازم قهوة صحيح والشعراء قبل تغنوا فيها أيضا القهوة نعم الشعراء تغنوا لكن نحن ما لحقنا على هذاك الآثار القديم يعني لو نتكلم ايضا كيف شو الفرق يختلف اعداد القهوه على اليمر واعداد القهوه خلينا نقول على في المطبخ العادي يعني على طبعا المطبخ العادي القهوه عادي لكن هنا لا قهوه مخمره معدله هذا شوف الحين هاي تستوي مره على كيفش مسكره هي يسمونها مسكره دله الخمره وقهوه فيها مسكره مره وصافيه نفس الحركه شوفي ما في جسم يتحرك ولا شيء من هذا التم في صافيه يعطيك العافيه الوالد وما قصرت جزاك الله خير عافيش ويسلمك اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه جولتنا في البيئه البدويه وتعرفنا فيها على طريقه اعداد القهوه العربيه وطريقه تقديمها ايضا ان شاء الله نشوفكم في النقلات القادمه والان عوده للاستديو